اليوم الوحيد اللي عم يدفع فاتورة كل هذه المشاكل هو الشعب اللبناني. اليوم الموازنة اللي طلعت عملت أزمة كبيرة بضرائب الدخل، بالقيمة التأجيرية، بغيره، لأنه ما في حسابات فعلياً، لأنه ما في تواصل حقيقي عم بيصير بالسياسات التنفيذية بالدولة اللبنانية. ممكن تروحوا لخيار قائد الجيش إذا تم التوافق عليه؟ من تقديم الطعن بالانتخابات يلي بيستهدف رامي فنج، من تصويته بالورقة البيضاء، من خروجه من القاعة، كلها يتهيد بتأشر باتجاه واحد. في عنا السلة الرئاسية اتفقنا فيها مع التغييرين برأي معايدي بعض خيارات موجودة، وبيسوى يتناقش عليها، ودعوة للتغييرين انه يرجعوا يلتزموا بالسلة. هل حيكون عنا رئيس قبل نهاية العام؟ اليوم يلي بده يعمل حوار بيخلق المساحة للحوار، والدستور خلقها يلي هي المجلس النيابي بجلسات نقاش. بدعي الشعب اللبناني ينزل ويضغط حتى يبقوا جوا ونطلع بنتيجة ننقذ اللبناني.